نشرة أخبار الخامسة والربع مع تحيات ميشيل الصيفي، دعاء حمصي فرح والمخرج جوزيف كريم. العناوين: الكابيتال كنترول يخرج من لجنة المال، فهل تملأ الهيئة العامة الثغر الملتبسة فيه؟ موافقة استثنائية لتغطية سلفة خزينة للكهرباء، وعون طلب إعادة هيكلة قروض البنك الدولي للبنان. السفير السعودي يستقبل قائد الجيش في دارته في اليرزي. الكنيسة يصوت على حكومة لابيد في 14 من حزيران. كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. تويتر @صوت لبنان. لم تعد صفة الإنقاذ تنطبق على الواقع اللبناني الذي يغرق في انهيار لا مثيل له، والسلطة تستنزف الوقت والناس في حياتهم ومعيشتهم. أيصبح الحل للكهرباء في سلفة خزينة من هنا أو من هناك، وتمنين الناس بالتقنين القاسي عوض العتمة لهو مخرج مؤقت لا يرقى إلى الدخول بالإصلاح، وأن تتأخر لجنة المال في إقرار مشروع الكابيتال كنترول لتسعة أشهر بعد العرقلة والكباش الذي حصل بين المركزي والمصارف والمالية، لن يرفع صفة التشكيك عن فائدته وفاعليته، خصوصا وأن مسألة الأرقام لم تحسم في انتظار أرقام مصرف لبنان التي لربما تصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. الملف الحكومي من جهته ليس في طياته ما يشير إلى تقدم، فمبادرة بري أصابها الوهن فبدت مستمرة بالقول ومتوقفة عملا. مشروع الكابيتال كنترول سلك إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والتفاصيل لناتالي المر. الكابيتال كنترول أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا، هذا لسان حال واضعيه، حيث أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن الكابيتال كنترول دستوري وأفضل من الفوضى والاستنساب القائمين. الكابيتال كنترول يمنع التحويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، وبيحدد استثناءات. تركنا السقف 50,000، اعتبرنا أنه ممكن لأنه ما عم يجي أرقام من مصرف لبنان، اعتمدنا النسب المتفاوتة بين حد أدنى وحد أقصى، يعني في يكون للهيئة العامة القرار أكيد، نترك للهيئة العامة. لكن علامات استفهام عملانية يطرحها خبراء المال، فهل سينال المودعون ما هو موعود في المشروع؟ وهل يمكن تأمين الأموال من قبل المصارف لتأمين استمرارية تنفيذ هكذا قانون؟ الأجوبة التي ترد من مصادر مالية دولية حول هذه التساؤلات تفيد أن ما أقر في لجنة المال هو إطار قانوني لتشريع تأخر ليس فقط 9 أشهر كما يقول كنعان، إنما اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، فكان من الأجدر إقرار الكابيتال كنترول منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول، لا بل منذ أيلول 2019. المحلل الاقتصادي أنطوان فرح تناول هذا الموضوع في حديثه لصوت لبنان. طبعا الإشكالية الأولى اللي بيطرحها مشروع قانون الكابيتال كنترول الذي أقر اليوم بلجنة المال والموازنة تتعلق بالعلاقة بين هالقانون الذي سيصدر عن مجلس النواب وبين التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان اليوم، وبالتالي هل القانون سيكون مكملا للتعميم أم أنه إلى جانب التعميم، بمعنى أنه ممكن المودع يستفيد من مندرجات التعميم على اعتبار أنه هو هدفه استعادة الودائع. هل الأرقام التي وضعت قادرة المصارف تلتزم فيها؟ هل المطلوب نصدر قانون بغض النظر إذا المصارف قادرة تلتزم أو لا؟ لأنه عدم التزام عدد من المصارف بيعني أنه هذه المصارف ممكن تروح على التصفية. المشروع المتأخر لم يعد بإمكانه التخفيف من خسارة المودعين بالتزامن مع رفع الدعم، ولم يعد هناك من مجال لتغطية سحوبات المودعين من قبل المصارف، إذ أن لا أموال كافية لدفع $400 شهريا للمودعين الصغار الذين يبلغ عددهم 800,000 مودع، أي لابد من تأمين $400 مليون.
نسبة التشكيك بقدرة استمرارية الدفع للمودع ما تزال كبيرة، وبحسب خبير مالي لن تصمد سوى شهر أو شهرين، فنفاد الأموال سيفرمل الكابيتال كنترول الذي يبقى حبرا على ورق لا ينقذ إلا مصارف تم الادعاء عليها في القضاء. النائب علي حسن خليل أشار إلى أن مشروع قانون الكابيتال كنترول فيه حرص على تأمين حقوق المودعين. نحن حريصين على أن هذا الأمر يستكمل بشكل جدي، وأن يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين. كان شعارنا دائم لما كنا عم بنناقش أن لا يأتي القانون لحماية أصحاب المصارف من كل الدعاوى والملاحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم، وأن يكون هناك بالمقابل حرص على تأمين بعض من حقوق هؤلاء المودعين. أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من قبل عون ودياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات. وكان رئيس الجمهورية ميشيل عون قرن موافقته بالإشارة إلى أن أزمة الكهرباء إلى انفراج. أزمة المحروقات تهدد قطاع المولدات بالتوقف الجزئي وبالتقنين القاسي. مروان الأدون. دخلنا اليوم في زمن التقنين المزدوج، فكهرباء لبنان لا تغذي المناطق اللبنانية إلا بحوالي 6 أو 7 ساعات بحد أقصى، بعد أن بدأ مسلسل إطفاء معامل الإنتاج تباعا وانخفاض التغذية. هنا يقع الحمل الأكبر على قطاع المولدات الذي سوف يتحمل أعباء إضافية في الدوران من أجل تغطية العجز في تقنين شركة كهرباء لبنان. هنا أيضا أسئلة تطرح، هل يستطيع القطاع تحمل هذا الوضع؟ وما هي الحلول لديه؟ هل في التقنين الإضافي أو في زيادة التعرفة؟ وماذا عن الفاتورة التي سيدفعها المواطن ابتداء من الشهر القادم بعد رفع الدعم كليا؟ هل دخلنا في فوضى التسعير وسوق المولدات السوداء؟ عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولدات في لبنان داني أوديشو يشرح لصوت لبنان المرحلة المقبلة. موضوع فوضى التسعير ظل ضابطين قدر المستطاع، لأن احنا بمحل محلات عم نتابع مع أصحاب المولدات، كنا ملتزمين بكل شيء تحت سقف القانون، بس أكيد الفاتورة حتغلى لأنه الساعات عم تنقطع والدولار عم يطلع والقطع عم تغلى، أكيد حتفرق الفاتورة مع زيادة الدوران. احنا عم ندور بين 16 و19 ساعة كل يوم لهلا، المازوت بعده مأمن من شركة كورال الويكويد بالسعر الرسمي. نحن ما بلشنا تأمين، طول المازوت مأمن، طول الوزارة حتلاحظنا زيادات على التسعيرة اللي حطالبينا منا بموجب الملاحظات اللي عندهم اياها هن، نحن ما حنأمن بمحل المحلات. الوزارة بتعرف انه حيلا صاحب مولد ينكسر موتوره ما نقدر يصلحه ولا قادر يغيره، بيظل التسعيرة مش في اللي نحن عم نصل عليه مزبطة. وعم تابع لجنة تقنية باللجنة المركزية لأصحاب المولدات مع الوزارة موضوع التسعيرة، بس هلا بعد ما وصلنا لنتيجة أكد لك انه نحن بطور متابعة ساعات القطاع مع أصحاب المولدات، ولهلا بعد ما أننا ولا حنأنن طول ما المزود مأمن، طول ما نحن رح ناخد وعد من الوزارة أنه تلحظ لنا الزيادات على التسعيرة حسب هامش المصاريف اللي هن عندهم إياها حتى نضل كيفين إحنا واقفين على أجرينا. سلطة لا تسمع لأحد منذ سنوات، فاستقدمت البواخر ولم تنجز المعامل، تاجرت بالمزود ونهبت في السدود حتى وصلنا إلى العتمة السوداء والشاملة مثل قلوبهم. مروان قدوم، صوت لبنان. رئيس الجمهورية ميشيل عون طالب خلال لقائه وفدا من البنك الدولي بإعادة هيكلة القروض التي لم تستعمل بعد وفق الأولويات الطارئة، فيما أكد نائب رئيس البنك فريد بلحاج أن البنك الدولي سيبقى إلى جانب لبنان ويلتزم بدفع قرض شبكة الأمان الاجتماعي مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم الفئات المهمشة. عقد اجتماع في وزارة الخارجية والمغتربين لمعالجة الأزمة الراهنة مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية بحضور الوزراء المعنيين، وتناول الاجتماع الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط، وخلص الاجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية، وتم الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بخطوات عديدة، ومنها إعادة وصل من قطع مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار سياسي اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته، توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية، وتعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها في أسرع وقت ممكن.
أعلن تجمع أصحاب المستشفيات التوقف القسري عن العمل يوم الجمعة المقبل وأطلاق صرخة بوجه المسؤولين عن الأزمة، مؤكدين أنهم لامسوا الخطوط الحمراء والأمن الصحي والدوائي والغذائي أصبح مهددا بشكل جدي إذا لم يتم اتخاذ التدابير الضرورية التي تؤمن وصول الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات لسد حاجة المرضى والأطفال. وأضافت أنه سيتبع هذا التوقف تحركات تصعيدية أخرى تتناسب مع الواقع المزري الذي أوصلنا إليه، من يفترض أنهم يتحملون مسؤولياتهم تجاه صحة الناس وأمنهم الصحي والغذائي. لقاء سيدة الجبل رأى أن الأزمة الصحية والاستشفائية هي جزء لا يتجزأ من أزمة وطنية شملت اللبنانيين والمقيمين بعدما انهارت ضمانة الدولة تحت وطأة الاحتلال الإيراني. وربط اللقاء أزمة الصحة في لبنان بالاحتلال الإيراني الذي أخضع وزارة الصحة إلى تغليب مصلحة حزب الله الضيقة ومصلحة إيران في تصريف الأدوية على حساب صحة اللبنانيين، مشيرا إلى أن 5 ملايين لبناني أصبحوا خارج النظام الصحي وخارج معايير الصحة العالمية. وإلى تغريدة اليوم. علق الصحفي أسعد بشارة على سلفة الكهرباء وكتب قائلا: موافقة استثنائية لسرقة أموال المودعين لكهرباء لبنان التي استعملت كأكبر منصة للفساد المافياوي. الطبش تكشف عن فضيحة في وزارة التربية بعد الفاصل. Now you can enjoy internet shopping with the incredible UCS Net Shopper service. Just one quick registration at ucslb.com and you'll have your very own USA mailing address. Or call 01218575. We receive your internet orders, ship them to Lebanon and clear customs, all handled in a convenient, reliable and economical way. You can even use our credit card and PayPal. It's the simplest way to get hold of the coolest goods on the market. Call our customer service team on 01-218-575 for more information or click ucslb.com. UCS Net Shopper. Be the talk of the town in a few easy clicks. في معشات المساء ليوم الاثنين، البطاقة حمراء ماليا ومعيشيا والتأليف على أجنحة الطير. لماذا يحجم الأفرقاء عن تسهيل التأليف؟ وهل اقترب حزب الله من الخيارات المفصلية؟ وأي لبنان في خرائط المنطقة؟ القراءة مع الصحفي ميشيل توما. معشات المساء بعد نشرة 5:15. إعداد وتقديم دعاء حمصي فرح. ماذا يخفي قانون الكابيتال كنترول في طياته؟ وهل سيحد من هروب الرساميل؟ وما الدور الاقتصادي لهذا القانون؟ وهل ستلتزم المصارف بكل القوانين لحماية حقوق المودعين؟ نقطع السطر يفتح الملف مع الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر، ومداخلة لمقرر لجنة المال والموازنة النائب أولى نحاس ومعنيين. الثلاثاء بعد نشرة 8:15 مع نوالي شعب عبود عبر صوت لبنان. نقطة عصر. أسبوع الحكومة يعول على عدم استسلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بسهولة، والاتصالات استمرت على خطوط عدة بينها بكركي وبيت الوسط، في وقت يعالج حزب الله مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين مع النائب جبران بسير. ولفت في الحركة السياسية لقاء بين سفير السعودي في بيروت وليد البخاري وقائد الجيش العماد جوزيف عون عقد في دارة السفير في اليرزي على مدى أكثر من ساعة. المكتب السياسي في حركة أمل أكد أن المدخل الأساس للعمل من أجل خلاص الوطن فتحه الرئيس نبيه بري بمبادرة إنقاذية من خلال طرح تشكيل حكومة توقف الانهيار وتتصدى للأزمات المتراكمة
والمتناسلة التي يعيشها اللبنانيون. انتقدت النائبة رولا الطبش إقدام وزير التربية طارق المجذوب على تعيين موظفة برتقالية على حد تعبيرها بدون أي سبب ولا أي تبرير في موقع مخصص عرفا لسنة بيروت، علما بأن أصحاب الرتب والدرجات من الطائفة السنية في الوزارة كثر وهم من ذوي الكفاءة والاختصاص لتسلم هذا المنصب. النائب فيصل كرامي أعلن من قصر بعبدة أنه نقل إلى الرئيس عون صرخة الناس من الوضع الاقتصادي المتردي، واستمع منه إلى معاناته في ملف تشكيل الحكومة. مبادرة الآن يقود الرئيس بري، نتمنى له التوفيق لتكون بادرة خير ننطلق من خلالها إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من لبنان. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أكد أن تشكيل حكومة جديدة تملك كل صلاحية ضرورية من أجل وضع حد للتدهور المرعب بات مطلبا وطنيا وعربيا ودوليا، فأما المسارعة بتشكيل هذه الحكومة فورا ومن دون أي أعذار وهمية ومصالح شخصية وحزبية، وأما الخراب الشامل والانفجار الكبير. على الصعيد القضائي، استمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اليوم إلى 4 شهود من المدنيين. أوقف الجيش 7 مواطنين وسوريا في البقاع والشمال، وأحبط تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قدرت بحوالي 42,750 لترا من مادة المازوت و 3,850 لترا من مادة البنزين، بالإضافة إلى طن من الترابة جميعها محملة في 3 صهاريج و5 سيارات وآليتين نوع فان وباص. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشخصين اللذين رصد تسللهما إلى إسرائيل الليلة الماضية، وعلى ما يبدو أنهما من العمال المهاجرين. حياتيا، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي كشفت أن توقف محطاتها الرئيسية عن ضخ المياه عائد إلى انقطاع خط الخدمات العامة الكهربائي عن بعض محطاتها والتقنين القاسي على البعض الآخر، ما يؤثر سلبا على إنتاجيتها وقدرتها على تلبية حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة. حدد رئيس الكنيسة الإسرائيلي ياريف لافين الاثنين المقبل موعدا للتصويت على تمرير حكومة يائير لابيد. دانت السفارة الأمريكية في ليبيا هجوم سبها الذي أودى بحياة ضابط كبير بالشرطة، مؤكدة أن هناك أطرافا مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في البلاد، وشددت على وجوب إجراء الانتخابات في كانون الأول المقبل والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تحقق تقدما ملموسا في المحادثات مع إيران التي قالت أنها ستتعاون ولكنها لم تفعل شيئا، وأضافت أن الطريق لبناء الثقة ينطلق بتقديم المعلومات وهو ما لم تفعله إيران. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ جو ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط في الأيام المقبلة، والجو في لبنان غدا صاف إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. كان في هذه النشرة الكابيتال كنترول يخرج من لجنة المال، فهل تملأ الهيئة العامة الثغر الملتبسة فيه؟ موافقة استثنائية لتغطية سلفة خزينة للكهرباء، وعون طلب إعادة هيكلة قروض البنك الدولي للبنان. السفير السعودي يستقبل قائد الجيش في دارته في اليرزي. الكنيسة يصوت على حكومة لابيد في 14 حزيران. النشرة انتهت، تتابعونا بعد قليل مع شتى المساء والضيف الصحفي ميشيل توما.